مرحبا. سموزي هو عبارة عن مزيج من الفواكه أو الخضار، بينضاف له أحياناً تلج مع الحليب أو الزبادي، وهو شراب بيعطي الإحساس بالانتعاش وبيروي العطش. رح نحضره اليوم لشخصين بنكهة الفراولة والموز، باستعمال خلاط فاسكليك الزجاجي تريبل اكس من مولينكس. رح نخلط كوب من الفراولة الطازجة، موزة مقطعة، ملعتين كبار من العسل، كوب ونصف من الحليب، وكوب ونصف من مكعبات التلج. ومثل ما لاحظتوا حطينا التلج بخلاط فاسكليك الزجاجي من مولينكس اللي بيتميز بشفراته الحادة وبتقنية التريبل اكس. بفضل وعاء الزجاجي قدرنا نطحن التلج بطريقة آمنة، وهيك بخطوتين ولا أسهل منكون حضرنا أطيب سموزي بالفراولة. بتمنى الوصفة تكون نالت إعجابكم، وألف صحة.